السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله وبصحة جيدة يا ربي. اليوم جيت غادي نقدم معكم واحد الحلوة خاصة على حساب الأعياد، حنا كنستعملوا الحلوة، داكشي علاش قلت نوجدها معكم إن شاء الله، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو يا ربي. ومتنسونيش بلي زابوني، وتنسونيش بلي بالتعليق ديالكم إن شاء الله على بركة الله. الحلوة بعد غادي نديرو الحلوة ديال الريش بومب، هي اللي غادي ندير محبوبات الجماهير كيف ما كتعرفوا من الزمان ديال الوالدين ديالنا كانوا يعدلوها. على بركة الله غادي نوريكم المقادير والطريقة تحضير اللي كندير ليها انا. على بركة الله غادي نستعملو جوج بيضات وزلافة ديال الدقيق الجيد وخمارة واحدة وفاني واحدة وكاس ديال الزيت وكاس ديال السكر سنيدة وقشور ديال الليمون وقبصة ديال الملح. على بركة الله دابا غادي ندوزو للطريقة ديال التحضير ديال الحلوة ديالنا او الكاطو ديالنا ان شاء الله. على بركة الله دابا غادي نجيب جوج بيضات نهرسهم كيف ما كتشوفوا. من بعد دابا نهرسهم بزاف، غادي نجي نخلطهم، نزيد ليهم السكر. نتوما يا بغيتو تجيكم الحلوة بزاف ولا ديرو هكا ياسرة قبلوا المقادير. انا غادي ندير غير هاد المقادير كيف ما كتشوفوا، غادي نزيد الفاني ونزيد قشور الحامض، قشور الليمون عفوا، من بعد نزيد قشور، نزيد قشور الليمون، نخلط المكونات تنسجموا مع بعضياتهم. انتما كيفما بغيتو تجيو تخدموها غير باليد. تنسجم السكر ويذوب شويه مع البيض. من بعد دابا غادي نزيد الزيت كيفما كتشوفوا، ونخلص نزيد الخليط الدقيق ونخلط. الكاطو كيف ما كتعرفوا ما كيحتاج لا دليك لا والو، دقيق ما نقدش نقول لكم شحال، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. كيف ما كتشوفوا نخلط الدقيق كامل حتى نساليوها كامله حتى نعجنوها. من بعد دابا ما عجنتها كيف ما كتشوفوا راه كتجي لينه، غادي نجيو نديرو فيها كويرات صغار تقريبا قد هكا، ونجيبو لاطا ديالنا اللي فرشناها بورق الزبده، ولا ما كنتوش عارفين العبار قطعوها بمعلقه بحال هكا. من
يعودوا صغار قد قد. كما كتشوفوا سومي صغار وبهم مزال كيخمروا. ها هي من بعد ما كورتها كامله راه كتعطي كميه اللي فيها بزاف صراحه. انا راه مازال شاطت لي العجينه مازال غادي نكورها، غير بغيت نصور لكم هاد الكميه اللي عطات ليا بعدا الاول، وغادي ندخلها دابا للفران من تحت حتى تحمر، غير تحمر ما نخليوهاش تاخذ داك اللون اللي ديال الذهبي بزاف، وما تساوش عليها على درجة الحرارة، نشعلو غير من تحت بعدا على درجة الحرارة 150 ونشعلو الفران من قبل ان شاء الله. ودابا غادي ندوزو ندخلها الفران. من بعد دابا ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفو، انا راه سهيت عليها واحد شوية حتى تشدات لي داك اللون الذهبي ديالها. ها هي كتجي بحال كتجي كاملة رطبة وعلى بركة الله. دابا غادي نجيب كونفيتير ديال المشمش، غادي نديروه فوق النار ونزيدو عليه شوية ديال ماء الزهر ونديروهم، واللي بغا هما اللي يدير حاجة ثانية يلصقهم بحال هكا راه يمكن، انا ما بغيتش نلصقهم بغيت نخليهم بحال هكا وغير نزوقهم عادي ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا دابا ها هو الخليط ديال الكونفيتير، زدت عليه شوية ديال الماء الزهر كيف ما كتشوفوا. دابا على بركة الله غادي نجيب واحد جوج فرشيطات كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نجيب كونفيتير ها هي وها هو الكوب. غادي نبداو الخدمة، غادي نديرهم بحال هكا. ونهزهم ونحطها في الكوب. ها هي كتجي بهذا الشكل، وإلا بغيتو نتوما تلصقوهم ديروا شويه ديال الكونفيتير وديروا لهم بحال هكا. غادي نكمل بنفس الطريقه ان شاء الله. غادي نعاود معكم وحده ثانيه. كما كتشوفوا كيجي لاصق فيها داك الكوك، كتجي زوينه. من بعد دابا ما ساليت الرشبونه ديالنا، ها هي كيف كتجي الطريقه ديالها، كتجي صراحه رائعه لا في المذاق لا في الشكل. ها هي غادي نجي نهزها لكم تشوفوها. انا زوقتها هنا بعريشه ديال النعناع ديكور وصافي. ها هي نجي نهز وحده وغادي تشوفوا كتجي كتفرتت ومقرمله كتفرتت بالزربه. وكنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله، وتخليوا لي التعليق وتخليوا لي لي كومونتير اللي ديما كيعجبوني وصراحه كيفرحوني لي كومونتير ديالكم وشكرا. ولا عجبكم هذا لا فيديو تقدروا تبارطاجيوه مع العائله ديالكم ومع الحباب ديالكم ان شاء الله، وتابوناو عندي في القناه ديالي وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم الى الحلقه المقبله ان شاء الله يا رب.